مهم جدا. لازم اهني الحقيقه اسطوره، وهي صغيره صحيح بس تستحق الحقيقه، هنا جوده طبعا بنت النادي الاهلي ولعبه التنس الطاوله اللي بتلعب في نفس التوقيت اللي احنا بنظهر فيه مع حضراتكم نهائي فردي السيدات في بطوله افريقيا امام مريم الهضيبي، واللي نجحت في التاهل بعد مباراه صعبه جدا جمعتها امام يسرى اشرف حلمي، فازت فيها مريم بنتيجه 4-2. هنا جوده بقى هنتكلم على بنت عندها 13 سنه، الحقيقه مسيره استثنائيه، انا بشوف الحقيقه واحده من البطلات المرشحات لانها تجيب ميداليه اولمبيه لمصر في باريس او حتى في لوس انجلوس بعد باريس. بنت عندها 13 سنه عندها خبره كبيره جدا، وتاهلت بالفوز على مين؟ على دينا مشرف. دينا مشرف بالمناسبه بطله افريقيا اعتقد 3 أو 4 مرات، فازت البنت بنتيجه 4-2 عشان توصل لنهائي بطوله افريقيا. بتكلم حضراتكم على بنت عندها 13 سنه، ودينا بالمناسبه اعتقد 26 27 سنه، ففرق كبير جدا في الخبره وفرق كبير جدا في الانجازات وفرق كبير جدا في السن، ورغم كده الحقيقه هنا ابدعت وتالقت ووصلت للمباراه النهائيه. بنت عندها 13 سنه محتاجه اهتمام ورعايه بشكل كبير، وشايف فيها بطله ترفع اسم وعلم مصر في كتير من المحافل الدوليه، واهمها ميداليه اولمبيه باذن الله مضمون.